أقامت وزارة التربية والتعليم الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي في موسمها الثامن على مستوى مملكة البحرين بمشاركة ما يقارب 143 ألف طالب وطالبة يمثلون 243 مدرسة من مدارس مملكة البحرين. وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن هذا الحدث السنوي بات علامة مضيئة ومرتقبة على خريطة الفعاليات التعليمية والثقافية التي تتبارى عليها المؤسسات التعليمية وطلبتها في الإبداع والتميز في اللغة العربية، معبرا عن اعتزازه بالمشاركة الكبيرة المتميزة والغزيرة من المدارس البحرينية وطلبتها سعيا لتحقيق الفوز والتنافس. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر الجزيل والتقدير لمبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية، مثمنا الدور الريادي الذي تقوم به في دعم البرامج والمشاريع التعليمية والثقافية الطلابية منها والشبابية في مختلف أنحاء العالم. 8 مواسم لمبادرة تحدي القراءة العربي انطلقت من دبي لتستقبل الناشئ وتدفع بهم نحو التقدم والمعرفة، ومع مرور السنوات لا زالت مملكة البحرين تتبوأ مكانتها العالية في تلك المنافسات العالمية لاختيار أبطال تحدي القراءة العربي ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتابا واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها. مبادرة تحدي القراءة العربي بأهمية كبيرة على أعلى المستويات، فسعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة موقر يهتم كثيرا بهذه المبادرة وبالمستوى الذي وصلت له مملكة البحرين وما حققته من خلال هذه المبادرة على السنوات الماضية والمواسم الثمانية الماضية، فأصبحت هذه المبادرة لها أهمية كبيرة وحققت أهدافها، بأن الهدف الأول اللي احنا كنا نسعى إليه طبعا زيادة عدد مشاركين الطلبة في جميع المراحل الدراسية سواء من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة. شارك تقريبا 142 ألف طالب وطالبة في تحدي القراءة العربي بإشراف تقريبا أكثر عن 400 مشرف ومشرفة قراءة من 243 مدرسة في مملكة البحرين. ما شاء الله مشاركة متميزة على مستوى تحدي القراءة العربي على مستوى العالم. لدينا اليوم ما شاء الله أكثر عن 28 مليون و200 ألف طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، منهم تقريبا 37 ألف طالب وطالبة ذوي الهمم. يعني ما شاء الله في إقبال كبير على مشاركة تحدي القراءة العربي. أعداد مملكة البحرين زادت عن السنة الماضية، مشاركات متميزة، التقينا بأوائل البحرين، ما شاء الله لغتهم العربية لغة سليمة، يتكلمون باللسان العربي المبين. في هذه المبادرة القرائية الفريدة ها هم أبطال البحرين في القراءة وفرسانها في المعرفة يقفون أمام العالم ليحصدوا ثمرة جهودهم التي قاموا ببذلها على مدار العام الدراسي ليصلوا إلى هذه المراكز على مستوى مدارس مملكة البحرين. روح العمل الجماعي هو اللي خلق هذا الفوز. طبعاً الشكر في البداية لوزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة للمشاركة في المسابقات الدولية. أنا أسعى من خلال المنصب الذي تقلته هذه اللحظة أن أشيع هذه الثقافة، فمن هذا المنطلق أسعى لأن أجد أثابر أحقق أشارك وأضع بصمة تنقش كما النقش على الحجر. لذوي العزيمة تميزهم الفريد وتألقهم في هذه المسابقة، وقد فاز منهم 3 مشاركين بكل ثقة واقتدار. لأول مرة شارك به وفزت بالمركز الأول. قراءة، أنت تتحدى نفسك بالقراءة وأن تكتب 25 قصة وتتحدى 243 ألف طالب من البحرين. مملكة البحرين اليوم ممثلة بوزارة التربية والتعليم تستعد بكامل طاقتها لدعم الفائزة بالمركز الأول وتهيئتها للوصول إلى أعلى المراتب في هذه المسابقة المتميزة. ها هم طلاب مملكة البحرين الفائزون على مستوى المملكة ينتقلون للمنافسة النهائية إلى دبي حاملين في جعبتهم الرغبة الكبيرة في التفوق وحسن المراكز الأولى بين المتسابقين من مختلف دول العالم في تحدي يحمل بين طياته أهداف كثيرة.
تركز على تعزيز مهارات القراءة والتعلم باللغة العربية. حلة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.